الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدي الكرام، أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعود إليكم في هذه الحلقات من برنامج فتاوى مع صحبة شيخنا الجليل الدكتور محمد أحمد حسن بعد انقطاع فترة طويلة قاربت الشهر أو يزيد قليلا. نرحب بكم مرة أخرى في هذه الحلقة اليوم على الهواء مباشرة، ونحن يسعدنا كثيرا أن نستقبل هواتفكم التي سيظهر الرقم الذي ستتصلون عليه على الشاشة بين الحين والآخر. أجدد لكم التحية مرة أخرى، وأجدد أيضا الترحاب بشيخنا عبد الجليل محمد أحمد حسن. الله يبارك فيك، بارك الله. اليوم أعزائي المشاهدين نتحدث عن موضوع الأذان والإقامة. الأذان بالهمزة القطع وليس الآذان. الآذان طبعا هم الأذنين أو الأذنان، المعنى المقصود بذلك، لكن الأذان هو النداء. نحاول نتحدث اليوم بشيء من التفصيل عن الأذان والإقامة. والأذان هو إخبار وإعلام المسلمين بدخول الوقت الخاص بالصلاة والنداء لذلك، ويكون هذا النداء 5 مرات يوميا قبل كل صلاة، فيؤذن لصلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويسمى الشخص الذي يؤذن بالمؤذن، ويقف في مكان مرتفع يدعى بالمئذن مستخدما مكبرات الصوت، طبعا هذا في عهدنا الحالي، والتي تكون على سطح المسجد ليصل صوته إلى كل مكان. ويعد الصحابي الجليل رضي الله عنه بلال بن رباح أول مؤذن في الإسلام، ويعتبر الأذان والإقامة سنتين مؤكدتين. حول هذا الموضوع أرحب بكم مجددا مشاهدينا الكرام، وأيضا أعيد الترحاب بشيخنا الجليل محمد أحمد حسن. في البداية، الأذان وأحكام وصفات الخاصة بهذا النداء الجليل. بسم الله، توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأذان زي ما ذكرت أنه سنة مؤكدة وفضل عظيم، ولذلك عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم. المؤذنون أطول الناس أعناقا. العلماء قالوا قول العنق عند العرب المكان المرموقة، يعني المؤذنين يوم القيامة مكانتهم عالية عند الظاهرين. الله أي الظاهرين ما علاقة، يعني مكانتهم عظيمة عند الله، لأن بينادوا بكلمات التوحيد حي على الصلاة للصلاة. والأذان مشتمل عليه كل أركان التوحيد، أي في توحيد تنزيه الله وتوحيد والصلاة والشهادة وكذا، يعني مشتمل على كل أركان التوحيد. طيب، تحدث عن الأذان ذاته، لما أول بداية الأذان كانت كيف، القصة المشهورة وكيف الإسلام؟ الموضوع طويل، لكن كان يعني في البداية ما كان الأذان وشرع. واحد من الصحابة شاف انه زول بيأذن وحكى للنبي، ثاني زول ثاني شاف زول بيأذن وحكى للنبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحالة نزل التشريع باعتماد الكلمات التي أشابوها الصحابة في المنام، أي الأذان الموجود ده، وهو سنة وتنادي بالصلاة، ويبتدي بكل أول صلاة، فضل عظيم وثواب عظيم زي ما ذكرنا وكده. نعم، هل في شروط معينة للمؤذن يعني يجب أن تكون متوفرة فيه؟ هاي شروط أن يكون باللغة، يعني عارف الأذان يكون باللغة العربية الفصحى تمام، ما يلحن في الأذان، ما يتأأأ في الأذان، طلع الكلمات مخارجة تمام، ويأذن تمام، بيكون كل ما يكون صوته جهور وصوته موزون وجايب المخارج اللغة العربية كل ما يكون أحسن وأكثر وثوابه أكثر. نعم، نحن دارين نحفز الناس للمسألة دي. شكرا، أنت قلت تاسي الأذان ما شاء الله في يوم القيامة بيكون هو من أطول الناس أعناقا، دارين نحث الناس على أنه فضل المؤذن ده ومكانته كبيرة جدا. كيف الناس يتطلعوا يعني زول يأذن حتى ولو مرة واحدة حتى ينال هذا الفضل؟ أيوة، هو طبعا بحاكي اللزان ثوابه كمان كبير، إذا ما لقى فرصة أذن بحاكي اللزان. ولذلك ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن
الله أكبر الله أكبر، قال أحدكم الله أكبر الله أكبر، قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله، قال حي على الصلاة، قال أحدكم لا حول ولا قوة إلا بالله، قال حي على الفلاح، قال أحدكم لا حول ولا قوة إلا بالله، قال الله أكبر الله أكبر، قال أحدكم الله أكبر الله أكبر، قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. رواه البخاري ومسلم. من قلبه حتى ولو كان مرة واحدة. أي يعني شو بحك اللزان من قلبه، يعني بحك اللزان بلسانه، مفكر في معاني الكلمات اللي بنطقها بقلبه متيقن. أي لين وكلمات اللزان مشتملة على أركان التوحيد، والبحك اللزان من قلبه ومؤمن بكلمات اللزان ومعانيها، يكون ده موحد، والموحد ما عنده مصير يوم الغد الجنة. يا سلام. أي. طيب معنا أول مكالمة هاتفية في هذه الحلقة من هذا البرنامج من الإمارات العربية المتحدة، متصل ميم، هو تقريبا أطلق على نفسه ميم. أهلا وسهلا ميم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هي ليك الخطيئة الشيخ معي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. قلت وقالي للشيخ أنا يعني مربياني أم غير أمي لولدتي، يعني عندنا دومات اثنين. أنت شنو؟ شالتنا دومات أنا ومعاي أختي يعني. دومات أنتوا اثنين؟ أيوة. أي وهم شالتنا واحدة وربتنا من احنا صغار يعني ربيعين. أي رضعتكم يعني؟ لا يعني احنا صغار يعني كده شالتنا يعني عمر يومين. ربتكم يعني؟ ربتنا أي. أها. حتى حاليا يعني عمرنا تقريبا. امكم وين؟ امكم والله هي ولدتنا خلتني في المستشفى ومشت. انا ما سامعك كويس. ظهرت عليكم بعد فتره طويله يعني؟ حتى حاليا بعد تمينا 27 سنه. فهي قامت جات الام الحقيقيه لولدتنا وخلتنا في المستشفى ومشت يعني. طيب احنا رفضنا التعامل معاه. والمره ربتكم دي وين موجوده قاعده؟ اي حاليا انا نحن معاه هنا في الامارات يعني، ربتنا وعلمتنا وطلعتنا انا دكتوره واختي مهندسه. ما قصرت معانا يعني. نفسي بس 23 سنه ظهرت امي الحقيقيه. ام خليجيه يعني؟ امكم خليجيه؟ ام الحقيقيه. الحقيقيه ايوه ايوه. طيب السؤال المطلوب ان احنا رفضنا نتعامل مع الام اللي ربتنا وعايزين نتعامل مع الام اللي ربتنا ديك، ما دايرنا. لانه ربنا يسالنا منها يعني. طيب خلاص. ايوه يعني عند الام عندك ايوه امه الاصليه بعد ظهرت لهم. ايوه ايوه ومعترف بهم وكده. خلاص يكرم الامه، هي الامه الرضعتن والامه الولدتن، يكرموا دير يكرموا دير يعني ما يقاطعوها يعني ما يقاطعوا، يبروا تبروا الامين. تحسن لدي وتحسن لدي. طالما جاتكم امكم انا افتكر انه جات معترفه بيكم. حتى ولو كانت غلطانه وتركتكم كذا برضه تبروها. زي زول برضه ولاده مرات يشهد من ولاده مهم الصغر ولا بيربين، ويجيب خبرهم بعد ما يكبر يوصل بالشيخوخه. يحتاج لولاده يجي لولاده برضه، ولاده يكرمه. بعدين هي معناها كانت متابعاهم وعارفاهم مين. ايوه يبدو انه هي عارفاكم يا ميم. ايوه هي كانت متابعاكم، معناها عارفاكم لحد ما كبرتوا، معناها كانت متابعه حالتكم صح؟ والله هي كانت عارفه انه يعني الزول شالتنا من هنا المستشفى، لانه هي الزول شالتنا يعني شالتنا باوراد رسميه. فمشت سجلتنا باسم زوجها وبصوره ثبوتيه شالتنا، هي كانت بتعرفها يعني شافتها. ايوه فسالت منا حاليا وعرفتها ان هي مقيمه في ابو ظبي. قامت جات على سن يعني نرجع معاها كده. طيب هي ما تابت ورجعت لكم يعني وندمت على الكلام ده صح؟ والله نسمت على الكلام ده لكن نسمت واحد حاجه كده ما جربتها جدا. طيب كده قال عندك سؤال ثاني المخرج كده، ادينا سؤالك الثاني. عندي سؤال ثاني. ايوه يلا عندي سؤال ثاني. امي ربتنا دي كانت عيانه غلطه في المستشفى. ايوه لها زمن ما صلت كثيره بعدها يعني، كانت مريضه مرض شديد يعني بيمنع الصلاه. كانت مريضه في العنايه المكثفه، هي ما في غيبوبه واعيه. ايوه لكن شنو مرتب لها اجهزه. مركب العشرة. أيوة. أنا كان فقد الوعي والله. لا كانت واعية قالت. وهنا كويس.
طيب كانت في كامل الوعيها يعني. لكن بس في مكان ملانك اذا ما كانت بتقدر تقوم. فاتت الصلوات لفترة يعني تقريبا اسبوعين حاجه زي جدا جدا. خلاص اسمعي كلام الشيخ، اديكي ارشاد ثاني مره ثانيه في موضوع والدتك دي ان شاء الله، وديك ايضا ارشاد فيما يتعلق بالفتوى الخاصه بامكم اللي ربتكم وانها ما صلت لها قريب اسبوعين. خلاص تبرتم امكم اللي ولدتكم ما دام جاتكم راجعه واحترفت بكم واحترفتوا بها بروها، وكذلك امكم اللي ربتكم كمان احترفوا بها. لكن تورثوا من امكم اللي ولدتكم، ما بتورثوا من امكم اللي ربتكم. يعني لو امكم اللي ربتكم ماتت ما بتورثوها، أمكم لأن ولدتكم تورسوها لين ربتكم تكرموها وتعتبروها. لكن لا تورسوها لا تورسكم. ولو ودتهم هديات هدايا بيقبل هدايا دي ما فيها حاجة. نعم. السؤال الثاني قالت أمه من ربتهم دي كانت مريضة في العناية المكثفة مركبة لها أجهزة، لكن هي واعية يعني كانت واعية لكن ما بتقدر تتحرك في سرير العناية المكثفة. هي طبعا الصلاة ما بتسقط من المسلم المكلف مهما كان مريض. مربطوا له الأجهزة اللي يقدر يقوم لاش، وفي أجهزة دي يجيبوا له حجر نقيض يتيمم به وعلى اتجاه راقد به، ما شرط على القبلة، على اتجاه يصلي بحركات كده ودعاء كده الله أكبر الله بين عيونه يصلي ما يترك الصلاة. لأن الصلاة ما بتسقط من الزول طالما عقله فيه. أما إذا كان دخل في غيبوبة سقطت عنه الصلاة أثناء الغيبوبة. زول مبنج 5 ساعات 10 ساعات بيعملوا في عملية مبنج، أول ما فاق من البنج تقب عليه الصلاة. هل يجوز الصلاة نيابة عن الزول؟ لأن زول المريض ومات ممكن نصوم عنه، لكن أجمع العلماء على أن لا نصلي عن زول حي ولا ميت صلاة الفريضة بالإجماع. ما بيجوز أن نصلي صلاة الفريضة عن حي ولا عن ميت. لكن الزكاة بونه كان ما طلع الزكاة نطلع عنه، وكان على 10 يوم في رمضان ما صام نصوم عنه أو نطعم عنه. طيب بس هي تعمل صلاة صلاة الفريضة هي اللي ما بتقبل النيابة أصلا. هي ما صلت الأيام دي وكانت واعية خلاص ربنا غفور رحيم. ما تعيد الصلاة لا تعيد هي هي فاقت من البني فاقت ممكن فاقت. تعيد تقضي يعني تقضيها ما دام فقد من البني ما مات. نحن كنا قال لنا ماتت في البني لا لا حية ما دام حية تعال تقضي الصلاة والدي ما شاء الله طول في عمرها ويديها الصحة والعافية ويجر أجر عظيم على عمل اللي عملته ده إنها ربة تردتين دير ما شاء الله لحد ما كبروا. لكن نذكر ثاني حتى الهبة دي مهمة بالنسبة طالما هي ربتهم وشغالة في الإمارات بالتأكيد وفي عندها أموال كثير يعني يعني ممكن تهبون ممكن تهب ليهم يعني مال ده ممكن تهب إذا كان عنده ورثة ما تهب المال كله، ممكن تهب التلت للبنات دي تهبه في حياته تسجل لهم في حياته. أي أما لأنه يجوز للزول يهب تلت ماله أي يبقى ده يكتبته، لأنه لو ماتت وعندها المال دي البنات دي ما بيرسوها لأنه ما من بطنه. طيب شكرا جزيلا شيخنا الجليل على هذه الإفادة. معنا أيضا من النيل الأبيض إيناس. مرحبا يا إيناس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أبوي مطلب أمي وأمي مزوجة راجل تاني. أيوة. ونحن قاعدين أنا أستاذة شغالة في كندنسي. نعم. في الإجازة بمشي أنا أستاذة في كندنسي. أيوة. في الإجازة بمشي النيل الأبيض. أيوة. يعني أول شيء بمشي بزور أمي وبعد ذلك بمشي لأول. أبوي يقول لي ما عافي منك كم مشيت لأمك. هل بيقول لك ما عافي منك منو؟ أبوي. انت قاعده مع امك ولا مع ابوك؟ لا مع امي لا مع ابوك. انا قاعده في دخلتي تندلت شعار استاذه. اي يلا في الاجازات بمشي بمشي النيل الابيض، امي ساكنه هناك وابوي ساكن هناك، لكن امي متزوجه ساكن في بيت زرع. ايوه. بقوم بمشي بقعد معاه فتره بعد كده بمشي لابوي. طيب انت بمشي ليه وابوي بيقول لي ما عارفه اللي كان مشيت لامي. وبعد الاجازه تنتهي بتكون قاعده مع امك ولا ابوك؟ بمشي بقعد مع ابوي، اول بقعد مع امي يومين ثلاثه وبعد ذلك بقضي الاجازه مع ابوي. ايوه يعني دار تعرفي انه كلام ابوك ده يعني. بمشي له يعني هاي. ايوه. عايزه دار اعرف عدم العقد جدا. بيقول لي ما عافي منك لا في الدنيا ولا في الاخره كم مشيت له. سبحان الله. هي استاذه شغاله في مدرسه وقاعده في داخليه. ايوه. وامها مطلقه ومتزوجه رجل ثاني. فهمت. وابوها اظن انفصل منها فتره طويله. لكن بيقول لها ما تمشي هي ساكنه مع ابوها هي في الاجازه بتقعد مع ابوها ايوه في الاجازه لما تجي المدارس بتقعد مع ابوها لكن بتحاول تمشي تزور امها ما متزوجه هي الا مو متزوجه اي ابوها بيقول لها انا ما راضي عنك لازم هي الاخره لو مشيت لامك لا لا تمشي
أبوها يؤسم لأنه الحرد على قطيعة الرحم يؤسم اللبو، والبيت لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، واجب على تبر ما تبر أبوه. تقول يا أبوي زي ما أنا ببرك كمان يبر أمي، ما أنت ما تمنعني منحتني في الحال إذا ربنا يعاقبك يوم القيامة لأنك حردتني على قطيعة الرحم، حردتني على المعصية. أيوة يبقى ولا القاعدة تقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هي تكلم تنصح أبوها وتزور أمه، كلام أبوها ده ما عاف من الدنيا وآخرة يرجع له هو كيف يعني يتعاقب به هو، لكن ما بيني لا شيء لأن ما قصرت في حقه ولا حق أمه. طيب لو ضغط عليه شديد ده إلا بهددها بحاجة معليش في الحال اللي كراه تضرب التلفون لأمه تبرها بالتلفون. إذا كان هددها قال لها زولك تاني مشيت لأمك أنا بسوي لك وأعمل لك خوفها، هو الحالة دي ما تمشي والتلفون تبر أمها، والذنب ما عندها ذنب من جهة أمها وأبوها يتحمل الذنب. لا حول ولا قوة. داري لنا إرشاد يا شيخنا للكلام زي ده لأنه ده حاصل كثير جدا. طبعا حصل الفراق، أنت أخي طلقت الزوجة المردي وتزوجت وأنت تزوجتها، المفروض أنت ذاتها تواصل بتلفون بشي تسأل صحتها وعافيتها يوم بيتك وكذا والعشرة الطويلة للفراق ذاك، لكن تمنع بيتك ما تزور أمها. يبقى أنت ترضى انه تكون عندك بيت بيتك دي تكون مع امها، امها تحميها ما تزورك. انت ما بترضيها، ما بترضي نفسك ما ترضي لغيرك. أيوه. زي ما داير بيتك تبرك كمان خلي بيتك تبر امها. دي نصيحه الله يقيمها يا شيخنا، ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يهدي الناس لما فيه الخير. طيب لو رجعنا لموضوعنا اللي هو موضوع الاذان، شروط رفع الاذان والاقامه، يمكن يكون بدينا الحديث عنها بسيط لكن كذا نسترسل فيها شروط رفع الاقامه والاذان. طبعا الاذان الزول اللي يكون جهور وكلام باللغه العربيه واضح ما يلحن في الاذان، في ناس يأذن حي على الصلاه، لا جره طويل، حي على الصلاه أشهد أن لا إله إلا الله، جرة طويلة كده أيوة كل جرة، لكن ما يعمل تمويج. أيوة حي على الفلاح، لا جرة طويلة بلزان كده يكون بلغ بعدك الله أكبر، طبعا بالضمة لكن خفيفة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. أي بكون في ناس يعني يفون اللسان العجمي. أيوة. يعني مرات ما بقولوا مثلا الله أكبر. أي واحدين الله أكبر ده غلط خالص يعني. في بعض من المأذنين بيجوها كده، لا الله أكبر. أي كما يقول أكبر أكبر، مخارج الحروف دي مهمة. طبعا أي طيب في ناس يعني عندنا قبائل ما عربية يعني بيأذنوا مرات الأذان بيكون مكسر. أي بدي شيح طبعا الناس اللي لجنة المسجد لازم يكون المأذن اللي بتختار يكون بيأذن واضح يعني ما يكسر ما يلحن في الأذان. لأنه من الملاحظة أيضا في ناس بيقولوا محمد رسول رسول الله باللغه بالسين محمد الرسول. عشان كذا احنا اشترطنا في الاول اللغه العربيه ضروره اللغه العربيه. طيب الاذان معروف انه فيه تمهل شويه، والاقامه كيف بتكون؟ اي طبعا الاقامه اللي هي اقامه الصلاه اللي خلاص جاء موعد الصلاه طوال المؤذن يقول الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، يرى كده مرتين قد قامت مرتين الصلاة مرتين الإقامة مرتين دي كل واحدة الإقامة مرتين بكذا نكرر الكلام الثاني. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. لاحظنا في الأذان في بنقول مرتين مرتين وفي الإقامة بنقول واحد واحد إلا في الإقامة قد قامت الصلاة مرتين نقول مرتين. جزاك الله خير. معنا محمد من الجزيرة، مرحبا يا محمد. ألو معنا محمد من الجزيرة. محمد لو ما سامعنا ممكن يرجع لنا مرة ثانية. طيب بعد الأذان
يعني في الاحاديث كلها بيقول لك انه يعني بعد ما تتابع الاذان يعني تقول اللهم صل على اللهم ارضى هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه يا عن الصلاه القائمه اتي سيدنا محمد الاخير والفضيله. هل الكلام ده يعني فعلا من سنة عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن قولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. يبقى إن من السنة نحكي الأذان أول ما ختم نصلي على النبي بأي صيغة كما صلى الله وسلم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أو صلى الإبراهيمية نصلي على النبي بأي صيغة بعد ذلك تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. بس وحدين يقول لك لو الذي لا يخلف الميعاد بس لو وعدت دي اللي هي اخر كلمه في الحديث صحيح البخاري. يبقى بيقول الكلام ده قال حلت له شفاعتي يوم القيامه. العلماء قالوا معناته استحق الشفاعه وجبت له الشفاعه نال الشفاعه. طيب احنا لاحظنا كثير من الناس لما الاذان ياذن او يؤذن بيكونوا مشغولين بحاجاتهم يعني يعني الى اي درجه ادبنا الاسلام انه احنا لما نسمع الاذان يجب انه نتوقف عن كل شيء. اي هنا طبعا متابعه الاذان سنه حتى بعض الفقهاء قالوا واجبه. يعني تسمع المؤذن توقف اي حاجه تتابع الاذان. لكن الجمهور قالوا سنه متابعه الاذان او حتى انت في الصلاه اذا في صلاه النفل تحاكي الاذان اما في صلاه الفرض بعد ما تسلم من الصلاه. بعدين كان ده انت دخلت المسجد عدد تصلي تحت المسجد والمؤذن قام يؤذن تقيف تحاكي الأذان وتصلي عن النبي وتدعو للنبي بالدعاء ذكرناه بعد ذاك الله أكبر تصلي تقيف واقف ما تقعد تخليك واقف لغاية ما حصل خلص الأذان بعدين تصلي. لو قعدت اللي بيحصل شنو؟ ما لأنه تحت المسجد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. أي. ضرورة. طيب أيضا معنا من شندي السير. مرحبا يا السير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بسأل الشيخ سؤال واحد. نحن عندنا مسجد نصلي فيه، في اثنين بيقولوا يا صلوا معانا هنا يا صلي برانا. بيقولوا شنو؟ يا صلوا لنا في الناس اللي في المسجد دي. أها. يا صلوا نحن برانا صلوا في الناس هم برانا الصف هناك وهم واقفين. هم قاصدين شنو يعني؟ ها؟ قصدهم شنو في الحكاية دي؟ والله يدخلون حناد بس ما عندهم قصه كانوا لا هم يعني يصلوا كذا يقول الكلام ده مره ثانيه عشان نفهمه كويس. قلت لك نحن بتغامر صلاه في اثنين بيمشي يجيبوا قصاد مكيف. قصاد شنو المكيف؟ المكيف يقول لك يا يجوا نصلوا قصاد المكيف ده يعني احنا بنصلي هنا ده بنصلي مع الامام اركع الامام يجد بنجد معاه ونطلع. يعني بيكونوا بعيدين يعني من المصلين الثانيين؟ بعيدين من الصف ايوه. لازم تقفوا جنب المكيف يعني. لازم يصلون جنب المكيف. والقاعد يحصل شنو طيب؟ اللي بيحصل شنو؟ تختلفوا؟ صلوا برا صلوا معنا صح صلوا مع الامام لكن ليه وحدهم. يعني صلوا الامام بقيم الصلاه وهم بيصلوا لوحدهم نحن نكون في نص الجامع وصاد المحراب. يصف مرات الناس كثر الصف يصلوا ويصف الصف ما يصلوا. وهم يصلوا بعيد شوية يعني قصاد المكيف يعني. ايوه بدون حاجة للمكيف ده. ايوه طيب شكرا جزيلا. سير من شندي. ايش قال عندهم نفرين في المسجد، المسجد اظن فيه مكيف فيبدو انه هما دارين يقفوا جنبه بس. ايوه المكيف ده بعيد من المنبر او بعيد من المحراب. ايوه هما بيأمروا الناس يقولوا يا اخي صلوا محل الحته البارده دي ما تمشوا هناك. ما تمشوا بعيد يعني جنب المحراب. المفروض ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لينوا بأيدي إخوانكم. داخل المسجد الرتب دي نخليها خالص. ندخل بالمسجد عبيد لله خاشعين لله. أي ندخل عشان نصلي ما نختلف.
وقفت جنب المكيب بعيد من المكيب لقيت النائب تكيف ان دار تؤدي الفريضة وتنال الثواب. اما النقنقة والخلاف ومكيف وما مكيف دي يعني تسير الخلاف تشغل الناس عن الخشوع، وبدل ما انت تاخذ ثواب حتطلع بدون ثواب. لينوا بأيدي اخوانكم، يعني اخو قال لك جيب جاي وقرب جاي اخذ تسمع كلام داخل الصلاة. طيب في حال جديد هم دين نفرين والغالبيه بيقولوا نصلي جنب المنبر او جنب المحراب. المهم انه الصلاه الصحيحه في المسجد في المحراب اذا كان المصلين هنا كتار عشان يتملي المسجد. اذا كان لقوا قدام المسجد في سخانه وفي بروده او كده تروا لي ورا ما في يعني مانع، لكن مش ما يختلفوا ما يختلف واحد يصر ويقول عندنا صلي جنب المكايب عندي كده. الا اي مسجد يكون فيه لجنه محترمه هي بتدير شؤون المسجد وتدي الاوامر وكذي، ناس ما يختلفوا عنها. اللجنه قالت كده خلاص نسمع كلام. وفعلا زي ما قلت المسجد لو ما بيتمري ما في مانع انه نصلي جنب حته البارده يعني. بس الخلاف ما كويس دول داخل لو قبل المسجد يتملي وما في حته نقول معليش، صح يا شيخنا؟ هاي صح. ودول داخل المسجد داير الثواب لكن يقعد يضيع ثواب بكثره النقنقه والخلاف. نعم نعم، جزاك الله خير شيخنا. سنعود اليكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقه من برنامج فتاوى، ابقوا معنا بعد الفاصل. اهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذه الحلقه من برنامج فتاوى بصحبه شيخنا الجليل محمد احمد حسن. في هذه الحلقه نجدد التحيه لمشاهدينا الكرام ونذكرهم بانه نستقبل الهواتف بتاعتكم على الرقم الذي سيظهر بين الحين والاخر على الشاشه. وفي هذه الحلقه بنتحدث عن الاذان والاقامه، بدينا حديثنا يا شيخنا عن بعض التفاصيل، لكن في مؤذن تلقى مؤذن، هل يشترط هو نفسه الاقامه الصلاه؟ يستحب يعني كل مؤذن معين للمسجد هو اللي بيؤذن هو يقيم الصلاة. إلا إذا حصل لي عذر مثلا يجي الوقت ضايق ممكن يؤذن بعد يمشي يتوضى، ما بيشترط الطهر للأذان. زول يلي قال الوقت خلاص جه وما متوضى يأذن يمشي يتوضى، مش يتوضى المي انقطعت ولا تأخر وجه موعد الصلاة ممكن أن الواحد من لجنة المسجد يقيم الصلاة. أي ما فيها مشكلة، ما في مشكلة. هو موجود اللي هو من المستحب اللي بيأذن يقيم الصلاة، اللي إذا كان المؤذن زي ما حصل كده مرة. لكن برضو مرات الإمام هو ذاته بيقيم الصلاة وبيصلي وبيأذن كله. ما يجمع دين ما دام المؤذن فيه حتى ولو مؤذن متأخر ما جاء يقول لي زول فلان الفلان يقيم الصلاة. بعد من الناس اللجنة يقول له قيم الصلاة. طيب من الأسئلة يعني شاهدنا كثير من الناس في المساجد مرات الواحد يكون عنده حتة معينة بيقعد فيها. أيوة. ثابتة. الحتة المعينة إذا كان هو متعود عليها ويجي بدري يقعد فيها ما في مانع. لكن ما يتأخر. لو يتأخر وجا لزول لقى يصير زول فيها ما يمرقوا. أي لأنه ده ما في حكاية تخصص معه. لكن هو اعتاد مسكين يصلي في المكان ده. نحن اللي عارفين فلان ده بيقعد هني. نخلي له حقه محله فاضي احترام ليه. لكن زول جه ضيف ما عارف ووقف في محل زول ده يصلي ما يطرده ولا يرجع. يصلي بعيد قام يتأخر مالك. طيب ناخذ معانا اسلام من بحري. مرحبا يا اسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعني نعم تفضل ارفع صوتك شويه كمان يا اسلام. يعني ابن الشيخ محمد احمد حسن. نعم تفضل يسمعك الشيخ الان تفضل. صوتك بعيد. العمل بتاع عمار. نعم. اخواني قلت لك العمل بتاع عمار عايز ما اقول لك. الله يا اسلام انا ما سامعك كويس صراحه كده، ارفع صوتك شويه. الو. معذره اسلام، ان شاء الله يعاود لنا الكلام ثاني من جديد، تحدث معنا. أذكر السادة المشاهدين أنه بإمكانكم الاتصال علينا في هذه الحلقة من برنامج الفتاوى على الأرقام التي ستظهر على الشاشة بين الحين وعلى الآخر. نحن نرجع لموضوعنا يا شيخنا. الصلاة خير من النوم هي طبعا تقال في صلاة الفجر. أي صحيح. أي. أي. متى تقال؟ يعني أننا عارفين الفجر فيه أذانين. صحيح. اختل حصل خلاف بين العلماء هل هي في الأذان الأول أم الأذان الثاني، لكن ما جرد عليه الفتوى في جميع البلاد العربية حتى في الحرمين الشريفين اتفق على أن الصلاة خير من النوم تكون في الأذان الثاني. أيوة والحمد لله احنا هنا كان في السودان في بعض الناس بيصروا
انه يقولها في الاذان الاول، لكن هسه اتفقوا كلهم في كل انحاء السودان انه الصلاه خير من النوم في الاذان الثاني. طيب المسافه بين الاذانين دي كم من الزمن تقريبا؟ أي طبعا الاذان الاول يبتدي من الثلث الليل، ثلث الليل الاخير. والافضل يكون قبل الاذان الاخير بساعه، لانك انت لما تاذن قبل الاذان الاخير بساعه، انا اسمع المؤذن عيلي ساعتين اقول خلاص فاضي اللي الاذان الثاني ساعه، انا اقول بالحال يقطع الجمار وتوضا وصلي ما تيسر من ركعات وادعو صلاه الليل، بعد ذاك هي بيه مهلتي في الجامع اسمع الاذان الثاني وصلي الرغيبه كده. لكن لما تقوم تاذن لي قبل طلوع الفجر بساعتين اقوم عين الساعه اقول يا اخي لسه ساعتين كثيره، ثاني جر البطانية أجريت البطانية دي تو يمكن تفوت عليها صلاة الصبح. عشان كده أحسن للأذان يكون قبل بساعة أو ساعة إلا ربع أو نص ساعة كده معقولة، برضو نص ساعة معقولة برضو زول يقدر يتمكن يصلي ما تيسر ويجي المسجد يصلي الصبح وجمع بصلاة الليل في أفضل وكده وصلاة الصبح حاضر. نعم برضو حنرجع للموضوع ده لأنه في ناس بيأذنوا قبل الوقت بفترة طويلة جدا وكمان بيقولوا كلام ثاني غير الأذان، يعني لا كلام يعملوا أي شعار وكده. الكلام الثاني ده التهليل والتكبير والحاجات دي تقول في سر. نعم نعم. لكن لو قام قهر بها قد تضيع عليه ثواب الصيام ثواب الأذان. نعم. كده نرجع للموضوع ده ننبه له الناس ثاني مرة ثانية. معنا بشير من نهر النيل، مرحبا يا بشير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. التحية لك وللفريق العام للمشاهدين والمستمعين أينما كانوا. الله يفتح عليك يا بشير، تفضل. ونحيي الشيخ محمد متحدث. يصل ان شاء الله معك الان. ثلاثة اسئلة، السؤال الاول عن فضل الاستماع للقرآن الكريم. فضل شنو؟ فضل الاستماع للقرآن. الفضل الاستماع ايوه الى القرآن الكريم. والسؤال الثاني فضل سورة الاخلاص. سورة الاخلاص. والسؤال الثالث ما هي الاسباب التي تجلب حب الله؟ الاسباب التي شنو؟ تجلب حب الله. تجلب الله. حب الله. جزاك الله خير يا أخ بشير من نهر النيل، أسئلة كويسة وممتازة جدا. فضل الاستماع إلى القرآن الكريم. الاستماع للقرآن، قال تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. يقول الاستماع للقرآن جاء في مسند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. يبقى كل ما استمعت للقرآن كل ما استمعت لآية عندك عشر حسنة، كل ما استمعت لآية عشر حسنة. الاستماع ده معاه تدبر ولا ممكن تدبر؟ طبعا تدبر، كل ما تدبر القرآن ده ما كويس تأخذ ثواب تأخذ العزة. مرض يكون في السيارة الرادي شغال مثلا تستمع بقدر الإمكان، ما دام أنت راكب براك سايق برضو تسمع وتسوق ما في معنى. طيب قبل ما نمشي لبقية أسئلة أخونا بشير معانا من نهر النيل أيضا أحمد، مرحبا يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسأل عن الأذان، في ناس بأذنوا حي على الصلاة مثلا حي على الصلاة. يعني بالتجديد؟ أي. أيوة. عايزين يجروا الأذان مثلا في حي على الصلاة وحي على الراجل وحي على الصلاة. كويس. نعم. تعال عندك سؤال يا أحمد. شكرا جزيلا. بقية أسئلة أخونا بشير من نهر النيل قال فضل سورة الإخلاص. أيوة. وأنا داري أنبه هنا شيخنا معلش. أيوة. في ناس بيقولوا صورة صورة. طبعا تختلف من سورة. أيوة. طب بالسين. أيوة. بالسين. أيوة. بالسين سورة الإخلاص. الصورة دي ما هو الصورة المعرفة. أيوة. إحنا ظاهر يعني سورة حتى ذاتها مكتوبة سورة بالسين ما بالصاد. ما بالصاد. أي سورة الإخلاص. الصورة والسورة. لكن لسان الناس بيغلب عليه هنا سورة الإخلاص. نعم. لكن سورة الإخلاص. نعم. يا ولد في أنا عديت الأحاديث المرد علي في فضل سورة الإخلاص 40 حديث. 40 حديث مرد علي في فضل سورة الإخلاص. ما بدي أني اطلعت على كل الأحاديث بس المرد علي بس 40 حديث في فضل سورة الإخلاص. نقرأ منها حديث واحد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا يا رسول الله أينا يطيق ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد
الله الصمد تعدل ثلث القرآن، رواه البخاري ومسلم. شرح الحديث قالوا معنى تعدل ثلث القرآن فسروا بتفسيرين. التفسير الأول قالوا معنى تعديل ثلث القرآن اللي قالوا أحكام القرآن ثلاثة: قصص وأخبار وتشريع وأحكام وتوحيد. الثلاثة دي وسورة الإخلاص اشتملت على التلت الأهم والأشرف وهو علم التوحيد، فكانت بالنسبة للقرآن تلت. التفسير الثاني قالوا معناته بذر سورة الإخلاص بحضور قلب فاهم لمعنى كلماته، مصدق مؤمن موقن بكلماته، ربنا دي تلت سبب القرآن. يا سلام. أيوة. سبحان الله. طيب أيضا بشير بيسأل من الأسباب التي تجلب محبة الله سبحانه وتعالى. اللي هي طاعة الله تعالى، اللي يحب ينفذ أوامر الله، أطيع الله وأطيع الله الرسول. طاعة الله امتثال أوامر الله، تأدي الفرائض ربنا فرض عليك، تترك المحرمات ربنا بيحبك. أيوة. طيب أحمد أيضا من نهر النيل قال في ناس بيمدوا في الحي على الصلاة، في مد شديد هنا. في الأول قلنا لابد الزول بعد أن يكون باللغة العربية الفصحى وما يمد ما يجيب موجات في الأذان، ما يشدد كده الأذان واضح كده. أي حي على الصلاة. طيب من الأسئلة أيضا اللي احنا راضينا عندنا في الحلقة دي، حكم أذان وإقامة المرأة. أي هنا ده العلماء قالوا يعني جمهور العلماء. أول حاجة كل العلماء كل المذاهب الأربعة قالوا إقامة الصلاة لا تسن للمرأة. أي تصلي بدون إقامة. ورد حديث وكده استدلوا به أن المرأة ما عندها أذان طوال مخفة في الصلاة، دار تصلي العشاء تعمل النية وترفع اليدين الله أكبر، ما تقيم الصلاة للمرأة يعني في حقها. أما الأذان طبعا الأذان هنا ده للرجال يعني. نعم. أذان الرجال. طيب من الحاجات اللي برضو بتثير كثير من انتباه الناس، في بعض المساجد بيأخروا شوية الأذان، يعني الوقت يكون دخل يكون تاني بعد ربع ساعة حتى يقوم يأذن، يكون لسبب مثلا المسجد كان مقفول، يكون المؤذن تأخر في البيت أو تأخر لأي سبب من الأسباب. هل بعد ده الدق الوقت ما يخش أنا لازم أذن ولا ممكن خلاص أكتفي بأذانات الله؟ أيوة طبعا ده المسجد لابد يأذن يقيم على شعيرة الأذان يصل، حتى ولو جاء المؤذن متأخر نص ساعة والمؤذنين صلوا وحدهم وثلاثة ممكن يأذن. أي ما فيها حاجة لأنه يتأخر، لكن المطلوب من المؤذن ده يحرص كل الحرص على أن صحته تكون مضبوطة 100%، ولأنه عدم يترتب عليه ثواب عظيم ويترتب عليه واحدين صائمين واحدين دارين يمسكوا من الصيام. لابد المؤذن ده خاصة صلاة الصبح يعني للساعة كك جاء الوقت يأذن، ما يتأخر ولا يتقدم دقيقة. يحرص على كل حرص. حتى الأذان الأوقات الثانية اللي في دول منتظر دار يصلي العشاء وماشي مشوار أو دار ينوم كابز على النوم يبقى ما يأخر الأذان، جرد ما سمع الأذان يقوم يبتدي يصلي. نعم. طيب ممكن الزول يعني يصلي في البيت لو دار يصلي قبل الجماعة، يعني ممكن يصلي قبل الجماعة. صلاة الجماعة هي السنة مؤكدة، زول ما يتأخر عنه إلا لعذر. زول مريض في النسوان ما صلاة الجماعة ما يصلي في البيت، زول مريض دار يصلي يعني في البيت ممكن يصلي قبل المسجد يعني بعد لا ممكن يصلي قبل المسجد. أيوة. في الأوقات. أما صلاة الجمعة قالوا الزول الفرض عليه صلاة الجمعة ما يصلي الظهر اللي هو يوم الجمعة إلا بعد الإمام ما يفرغ من صلاة الجمعة. نظروا لنا في ذلك في شباب يتكاسر ما يمشي صلاة الجمعة. قال نحن نصلي الظهر قبلنا. ما بيقدرون نصلي الظهر إلا بعد الإمام ما ينتهي من صلاة الجمعة. لأنه واجب عليهم صلاة الجمعة. نعم. أما زول تاني زي أخواتنا النساء مجرد ما سمعت الأذان بتاع الظهر الإمام صلى الجمعة ما صلى يصلينا الظهر عادي. طيب معنا من الخرطوم أيضا ميم، مرحب يا ميم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا يا شيخنا عندي قضاء صيام شهرين علي يعني علي صيام شهرين في حمل والولادة، المهم ما قدرت أصوم. أيوة. وانت تفضلت علينا قلت يا إطعام أو غضاء. أنا دار قبض شهر ودار طعم شهر. الإطعام أنا محتار إنه كيف أختار المسئين يعني ممكن أدل لك قال لك بل سبب الحمل والرضاعة ولا سبب تاني؟ أيوة حمل ورضاعة. طيب أنت محتارة في شنو الآن؟ محتارة في شنو؟ يعني كيف أعرف أزول المسكين ده كيف وديه، ومثلا أشوف الناس في بيوتنا ولا ممكن الناس الشحاتين في الشارع دي العادي يعني. كيف تعرف أيوة المساكين؟
طيب شكرا جزيلا. مين من الخرطوم قالت عندها شهرين ما صامتهم بأسباب حمل وولادة. أي. بس هي محتار الآن يعني تدي ناس زي كيف تعرف المساكن دي كيف قدرت تطعم يعني. طبعا الحمل والرضاعي لو عندها شهرين دي اللي بسبب الحمل والرضاعي اختلف العلماء. عندنا المذاهب الأربعة قالوا الحامل المرضع يقضيان تقضي وبعضهم قالوا قال مع القضاء تطعم. أما عبد الله بن عباس ومعه خمسة من كبار علماء التابعين في مستوى الإمام مالك وشافعي قالوا الحامل المرضع يطعماني ولا يقضياني. هي نخدتها في مذهب الصحابة تطعم. أي طيب تطعم كيف؟ طبعا هنا ده الإطعام 35 جنيه للنفر الواحد. نعم. كان في رمضان زعونة المجمع 35 جنيه كل مسكين تدي 35 جنيه. طيب تطعم كيف؟ أول حاجة مثلا هي النسوان بيعرفوا أن الجيران الفقراء أكثر من الرجال. أنت تقول مثلا البيت داك أبوهم ما شغال أو دخل بسيط العيال كتار ما بيكفي مسكين الدخل ما بيكفي. نعم. تشوف عددهم كم؟ سبعة أضرب سبعة في 35 أدون حق السبعة يوم تدون لأمهم أمهم حتجيب لك اليوم. البيت ده فيه كم؟ تسعة أضرب تسعة في 35 أدون حق التسعة يوم. البيت ده فيه كم؟ ثلاثة ثلاثة في 35 حق الثلاثة وكذا تمت بالطريقة دي تكون وزحتيها وكذا على شرط البيوت اللي بتديها يكون ناس فقراء ما يكون أغنياء. هاي وانت جارات بتعرف الجارين المساكين أكثر من الرجال. طيب احنا يا شيخنا نرجع لموضوعنا اللي قبل قلت لك في بعض المؤذنين بيقوموا ينبهوا يسمونه نباه. ايوه النباه ده بيقوم بيقول اشعار وكلام كثير يعني قبل ما يؤذن. هل يجوز ذلك؟ ممنوع خالص. الحياه دي بدعه وكل بدعه ضلاله. يوقف الحاله دي ربما لاقوال التهاليل دي والحاجات دي اذن وربما ينحرم من سبب اللزان لانه دخل اللزان كلمات ما من اللزان. انت الشرعي جرع الكلمات دي لا زيد ولا تنقص. هو بيقولها قبل المؤذن ما ولا قبل يقول في سرك سبح في سرك هلل في سرك وكبر واقرا وسبح في سرك. لكن كلمات اللزان دي ما حقتها حقت الناس اللي بتدعوهم للصلاه تجيب تمام لا تزود لا تنقص. طيب في ناس بيصلوا في الفلاة يعني يكونوا في الخلا في الزراعة كده في أودي يكونوا مسافرين هل يحق لهم إنه برضو يأذن؟ أيوة. طبعا هنا زول في الحي أنت ساكن في بيتك أيام ما بتقدم للمسجد أذان الجامع يكفيك. ناس حصل وفاة وقالوا المسجد بعيد دارين نصلي المغرب في مكان الفراش البكا هل يأذنوا؟ لا ما يأذنوا لأن أذان الجامع حقهم يسمعوا السنة في حقهم يسمعوا. زول في الخلا مش عنده لوري مش يجيب الخرصانة من الخلا ممكن يأذن. ولذلك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لأحد الصحابة إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد الخدري سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. يبقى أنت مثلا زي أخوانا المشين يجيبوا الخرسانة من الخلا واحد عنده متر في الخلا عنده بهاي مرعاة في الخلا عنده مزرعة يا وقت الصلاة أذن وارفع صوتك باللزان. معك دول يصلي معك يصلي ما معك صلي براك. أذان في حقك سنة. وأشوف أي حاجة لما زول في الخلب يأذن ويرفع صوت الحجارة الشياطين البهيم البرع جنبك ديلة يقول نشد لكم الغياب. يا سلام فضل كبير والله يا شيخنا. طيب في واحد بيسأل يقول بعد الإقامة طوالي في ناس بيدعوا قبل ال أيوة صحيح. فورد حديث إنه الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. يبقى أنت سمعت الأذان وصليت على النبي وسألت للنبي الوسيلة في الحالة دي تدعو. أنا قصدي إنه بعد الإقامة يعني مثلا بعد الإقامة بعد الإقامة قبل تكبيرة الإحرام لا ما في وقت بعد الإقامة دعاء. أنت الإقامة تحاكي الأذان الإقامة في سرك. المؤذن يقيم في الصلاة تحاكيها زي ما بتحاكي الأذان. بعد ذاك تدخل في الصلاة طوال ما في وقت للدعاء. يعني إذا لو جاء المسجد والأذان أذن ممكن يدعو ما يشاء لحد وقت إقامة الصلاة. أيوه الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب. نعم معانا وجدان من بحري. مرحبا يا وجدان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
التحية لك والتحية للشيخ الفاضل. الله يفتح عليك. ربنا يديك العافية. طيب عندي سؤالين. أيوة. السؤال الأول عايز أعرف يعني خصم الشيوخ يعني بيقول لك ده شيخ بيعالج بالقرآن. فمثلا من شوية والناس بتعالج منهم يعني ممكن عندهم سحر مثلا أي مشكلة فبيقوم بيديهم شذبات حجاب يعني بيقول لك ده حجاب مكتوب فيه آيات الله يقوم ملازم معاك. فحكم الحجاب ده شنو؟ أو مرات يديك موية كده يقول لك الموية دي عازم لك فيها أشرب منها غسل منها وشك كده. المحاية يعني أيوه. من حاب يمحل يعني. بيمحل القرآن الكريم بموية وبيقول لك أشربه صح؟ اي موية يكون عزم فيها يعني أيوة. يقرأ فيها وبيقول لك اشرب منها. طيب ها السؤال الثاني. السؤال الثاني عايز اعرف انه قراية القرآن لحوجة يعني حسيت بروحي مثلا اموري ما مضبوطة بقوم بمسك المصحف بقرا كثير عشان الله يسهل علي. قراءة القرآن في حالة الحوجة بس يعني؟ حوجة. يعني بقرا لحوجة مثلا. ايوه. وما بس يعني لكن وقت احس انه اصلا متضايقة شديد بقوم بقرا القرآن. ايوه تلجأ له يعني. كويس. جدا يا وجدان شكرا جزيلا. ان شاء الله الزمن يكفينا نجيب لان الاسئله دي معقده شويه. قالت الناس بيلجوا لبعض الشيوخ بيقروا بيعالجوا بالقران الكريم وبعد ذلك بده الزول مثلا ايات مكتوبه في ورقه كده بيقول ده حجاب البسه. ايوه وبده مرات بيكتبوا القران وبيمحوه. كان في لوح اللي في ورق بيمحوه له وبيقول له اشرب. هو الافضل من ده كله ان الزول يحصن نفسه بنفسه. في ايات كثيره في اذكار في كتب في احاديث. كيف الصباح تقول شنو في المساء تقول شنو في الدعاء تقول شنو كل ده موجود. الزول لو حفظ الادعيه دي ودعا بها وتحصن بها افضل من يمشي للناس دي لانه الناس اللي ذكرتهم ديلا ما كلهم بيخافوا الله. واحدين بيستخدموا السحر واحدين بيستخدموا سفلي واحدين كده والبخر دي ما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان في حجبات ولا بخرات. كان بتحصن بالأذكار الوردة عن النبي عليه الصلاة والسلام وكثيرة ميسورة الزول تحصن بيها وتوكل عليه الله. أما دي القرآن ورد عشان نحن نقرأ نتعبد بتلاوتي ونتحصن بتلاوتي. أما نكتب بخرات ومحايات ما ورد في السنة. والناس اللي بيعالج ديلا يعني تقريبا ثلاثة أصناف. صنف بيخاف الله تمشي له زول عنده وسوسة عنده مس من الجن بيقرأ له آيات من القرآن ويسأل ربنا يشيل لا بيعمل له حجاب ولا بخرات. يقرأ القرآن ويسأل ربنا إنه يبطل السحر ده ويبطل العين دي ويدير رغية شرعية. بيخاف الله ما طمعان في قروش ولا شيء يساعد الناس. دي معلي في صنفي بيخلط بين القرآن وكلام السحر. شغل تجاري. أيوه. داير قروش. ولفوا على الحاجات دي. نعم. في الصنف الثالث عنده سفلي بيستعين بالجن مردة الجن دفع الثمن لملك الجن، ملك الجن يدو خدام، هالخدام ده اللي يستعملون في الطلاسم والألمات السحر والحاجات. عشان كذا الزول ما بيضمن انه عشان كذا الضمان انه العلماء قالوا انت احسن بنفسك ترغي نفسك بنفسك، ترغي جناك بنفسك. اي نعم نعم طيب سريع ناخذ ليم من بحري ان شاء الله سؤال سريع كذا يا ليم مرحبا تفضلي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تحياتي لك وتحياتي لشيخنا الفاضل. الله يفتح عليك تفضلي. انا عندي اختي مزوجه. انت مزوجه لاختك؟ لا اختي. ايوه. حصلت مشكله بينها وبين زوجها بسبب شغلها. يلا وقام زوجها يعني قال لها اذا مشيت شغلك انت طلقانه. وقامت في حماقه منها كده مشت. فأنا بس دار أعرف إذا كان الطلاق ده وقع ولا ما وقع وإذا وقع الحل شنو؟ الكلام ده طول ولا قريب؟ والله قريب ليه كم يوم. هسه هم قاعدين مع بعض ولا؟ لا لا هي جات عندنا البيت. أيوة طيب شكرا جزيلا. ليه بتقول عندها أختها؟ ما هي متزوجة وزوجها قال لها يا أخي ما تمشي الشغل. شن؟ لو مشيت أنت طلقانة. ايوه وهي مشت الشغل بس الان هي زعلانه وقاعده في البيت اظن ولا هو أيوة. زعلان منها قال لا امشي ما بعرف لكن في النهايه هي قاعده معاهم في البيت. أيوة. هل يعتبر الطلاق ده واقع؟ أيوة. طبعا ده في ده اسمه الطلاق المعلق. والنص في قانون الاحوال الشخصيه الماده 130 الف النص بيقول شنو؟ لا يقع الطلاق المعلق على فعل شيء او تركه الا بالنيه. يبقى نجي للزول ده ابو البيت دي يجي للزول ده يا اخي انت قلت لبنتك لزوجتك مشيت الشغل طلقان وهي مشيت الشغل ونحن لا هي لا انا ما بعرف في قلبك شنو وربنا بيسالك يوم الغيام انت قلت الكلام ده قصدت الطلاق وقصدت التخوف عشان ما تمشي الشغل.
إذا قال قصد الطلاق يبغى وقعت الطلق بمشيها للشغل. قال أنا يا أخي ما استغنيت منها بس حق مشيها للشغل ما قصر في حق الولادات وكذا. قلت نعم تمشي شغل عشان تعتني بالأولاد ديلة. أنا ما استغنيت منها ما قصدت الطلاق ولا شيء. في النهاية يرجع له هو بس. أي يبغى الحل يطلق ما بيقع. حسب النص لا يقع الطلاق المعلق معلق إذا مشيت للشغل أنت طالق. لا يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه إلا بالنية. نشوف نيته شنو. اسألوه بس أنت تمشي. بس. نعم أمشوا أنتوا أسألوا الرجل ده ولو أنت كنت قصدت شنو يعني من كلامك ده. شاكرين لكم مشاهدينا الكرام على الأسئلة الجميلة والحية الليلة كانت في هذه الحلقة من هذا البرنامج فتاوى بصحبة شيخنا الجليل محمد أحمد حسن. على أمل أن نلتقي بكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.